لقربها من مطار بغداد الدولي، بعض المناطق المحيطة به والزراعية تحديدا تخضع لقرارات بمنع البناء فيها بعد أن تعرض مطار بغداد إلى الاستهداف الصاروخي في العام 2012 الذي انطلق من أحدى المنازل العائدة لعائلة سكنت حديثا في المنطقة. وبعد مضي عدة سنوات حصل وجهاء المنطقة على كتب رسمية بعودة البناء ممن يسكن هذه المناطق قبل العام 2003، ورغم الموافقات المستحصلة إلا أن عمليات بغداد لم تنفذ ما جاء في تلك المخاطبات. احنا نريد نبني، عندنا طاب ابو صرف، يعني ما يدخل ابو صرف، حاله حال المتجاوز وحاله حال الزراعي، يعني ده يبني المتجاوز، ده يبني وابو الزراعي ده يبني، واحنا عندنا طاب وصرف ما حد يخلينا نبني. قاطعنا عنده موافقه خاصه به، وحد اخر شيء البارحه حصل السيد الشيخ نائب هذا الجمهوري حصل موافقه من الامن الوطني، وداها كتاب، ودوا كتاب للطاب المحموديه والطاب العمريه، بس قبل 2003 يسكن بالمنطقه، يعني موافقة بها وحصلت موافقة، يعني آخر شيء كملناها، بس لحد الآن ما جت تتنفذ بأرض الواقع، يعني تقف ما أعرف يم الفرقة يم العمليات، نريد من حضرتكم تتحركون ليش واقفة، يعني حاصلين موافقة وما جاية تتنفذ. منطقتنا مقسمة إلى مناطق عشائرية، كل عشيرة عليها مسؤول. المسؤول هذا من تجي موافقة البناء يعرف هذا ساكن قبل 2003، غير الساكن قبل 2003 ما يسكن عندنا. ما نخليه لأنه لحتى حفاظنا على المطار. بالعكس هاي الدول لازم اشجع عليها. اشو تجي موضوع العمليه بغداد تلغي كل الضوابط الاوليه، يجي قائد فرقه جديد يلغي كل الموافقات الاوليه، فاحنا صرنا بين المطرقه والسندان. الجهة الأمنية تعزو عدم موافقتها على دخول مواد البناء إلى الحفاظ على أمن محيط مطار بغداد، إلا أن واقع الحال لا يؤكد ذلك، فالسكان هنا يتعرضون إلى عمليات ابتزاز من قبل بعض العناصر الأمنية الماسكة للأرض بدخول مواد البناء مقابل مبالغ مالية. ولأجل ذلك اجتمع شيوخ المنطقة للاستماع إلى شكوى المواطنين ومناشدة القيادات الأمنية العليا بوقف عمليات الابتزاز. محصل موافقة، أنا شيخ، أنا عندي موافقة من أجل السيطرة، يقول لي هاي الموافقة نقعها واشرب ميها، بعد أنا وين أروح؟ لو تعطي المالات حتى يعبرونك، أي يعني مبالغ، يعني خل لوري يحملونه 150. وأنا من الناس هسه مثل ما يقول من أبو جد، إحنا صارنا مئات السنين بهالقاع هذه، عندي وقع سياج وبيتي مجاز من 81، إجازة رسمية، ردت اطبب مواد ما خلوني، ملك صرف باسم والدي واحنا ورثته زين. انا مثل ما يقول اذا ابني كبر وين يروح غير ابني له، وقاع ملكنا من ابائنا واجدادنا، هاي وحده. ثاني شيء تطبب لك اقل ماده مثل ما يقول ما يدخلها، اذا مثل ما يقول ما ترتب وتنطي فلوس يلا تدخل الماده، هي المشكله هنا شغله الماده. القوات الأمنية مثل ما يقول تطلع العراقيل في سبيل تبتز المواطن أولا وتاليها. منع البناء في هذه المنطقة فتح أبواب الفساد على مصراعيها لما يتعرض له السكان من مساومات مادية مقابل إدخال مواد البناء، ولأجل ذلك جاءت المطالبات بوضع آلية تضمن الحقوق لأصحاب الأراضي وتدخل القيادات الأمنية لوقف عمليات الابتزاز. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.